تكمل الفيديو الماضي، اسفين بس انفصل لحاله يعني. تمام، كنا موجودين عند هذا السؤال، عند السؤال اللي هو ليمت لجذر الاكس تربيع ناقص 3 اكس الكل ناقص اكس، ثم الاكس تؤول الى ما لا نهايه. كنا لازم اخترع له مقام، فبضرب بالمرافق اللي هو جذر الاكس تربيع ناقص 3 اكس الكل زائد اكس، وهون برضه مقام جذر اكس تربيع ناقص 3 اكس الكل زائد اكس. فايش راح تصير البسط؟ راح يصير اكس تربيع ناقص 3 اكس ناقص اكس تربيع على اللي هو جذر الاكس تربيع ناقص 3 اكس الكل زائد اكس. هسه هي راح تروح مع هاي، فوصلنا عند سالب 3 اكس على، لما اطلع الاكس التربيع على المشترك من الجذر راح تصير اللي هي اكس تربيع على المشترك اللي هي بتصير 1 ناقص 3 على اكس اللي هي 3 على اكس والكل زائد اكس. هسه بعدين لازم اقسم على اكبر، طبعا لازم اطلع هاي برا الاكس تربيع برا، فبصير مطلق اكس. الاكس ليش تؤول الى ما لا نهايه؟ انا هاي عباره عن اكس. طيب هسه لازم اقسم على اكبر اكس، اكبر اكس في المقام اللي هي اكبر اللي هي عباره عن اكس، معناها بتصير سالب 3 اكس على اكس يساوي سالب 3 على 1 ضرب عندك اللي هي 1 ناقص 3 على ما لا نهايه، 1 ناقص 0 1 جذر 1 1 1 ضرب 1 الكل زائد اكس على اكس وتساوي 1، معناها سالب 3 على 2 وهو المطلوب. طيب هذا الاشي هذا عبارة عن ايش؟ هذا عبارة انه كان عندي جذر وفيش له مقام، بقدرش احل الا اني اخترع له مقام، بقدرش اخترع له مقام الا عن طريق المرافق. هسه طب اذا كان عندي، احنا اخذنا بالقبل، تمام، هون هاي الورقة، احنا اخذنا بالقبل انه كثير الحدود كان بسط على مقام بسط على مقام بسط على مقام بسط على مقام، صح؟ كثير حدود. طب اذا كان عندي كثير حدود عادي مش بسط على مقام، تمام، لازم اخترع له؟ لا، ما في اي مشكله. في عندي نظام اللي هو بس تاخذ اكبر اكس اللي هي مثلا اللي هي 7 اكس قوه 5 وعوض جواها. طيب ما لا نهايه قوه 5 وتساوي ما لا نهايه، ضرب عدد ويساوي ما لا نهايه. طيب اللي بعديها عندي 3 اكس قوه 4 زائد اكس ناقص 1، تاخذ 3 اكس قوه 4 تحكي له سالب ما لا نهاية قوة 4، يعني سالب ما لا نهاية تربيع يعني ما دام قوة 4 على الزوجي، وتساوي ما لا نهاية ضرب اللي هي 3 ويساوي برضه ما لا نهاية. معناها الأفكار عشان نحصرها، الأفكار عشان نحصرها بكل بساطة، إذا كان عندي كثير حدود هيك عادي، تمام، مش بسطة مقام، باخذ أكبر معامل، تمام، وبعوض جوا، تمام. طيب هسه إذا كان عندي كثير حدود بسط على مقام، تمام، يا اما زي ما انت حافظها انه باخذ اكبر قوه هون واكبر قوه هون وبقسم على اكبر قوه في المقام، تمام، او زي ما انت حافظها انه اذا كان مثلا مقام اكبر من بسط الجواب صفر، مقام اكبر من بسط الجواب صفر، طب بسط اكبر من مقام جواب موجب وسالب ما لا نهايه، طب بسط مقام نفس الدرجه، تمام، معناها الجواب راح يكون عدد، هذا صحيح، او انه بتمشي على الطريقه اللي شرحناها بالفيديو اللي قبل انه بتقسم دائما على اكبر معامل اكس في المقام، تمام. وحكينا لازم تتذكر انه عدد على عدد عدد على ما لا نهايه الجواب صفر، اوكي. طيب هسه بعدين قلنا اللي هي النهايه على الجذر التربيعي، تمام. هسه ليش هي، انا ليش بسويها، ليش طلع اكس؟ اللي هي عباره عن لما تكون من سالب النهايه بصير في عندي مشاكل، فانا ما شرحت لك اياها، تمام، حفظتك حفظ ولو انه غلط بس اسهل لك واسهل لي، تمام. قلت لك على طول طلع اكس تربيع عامل مشترك، فراح تصير 4 زائد 1 على اكس تربيع، تمام، وزي هيك بعدين بطلع الاكس تربيع اللي هي جذر الاكس تربيع القيمه المطلقه، بتحقق من اشارتها، تمام، وهو نظام واحد جربناه على سؤال سؤالين ثلاث. الرابع كان اللي هو عباره عن مش بسط على مقام الجذر، فانا اخترعت له مقام عن طريق اني ضربت بالمرافق، تمام. هسه انا اسف جدا اني حفظتك بالفيديو اللي قبل تحفيظ، تمام، بس صدقني هذا هو الاسلوب عشان يعني تجيب العلامه، لانه عندك الامتحان الشامل عباره عن امتحان دائره، تمام، وفيش وقت وانا عارف انك ملحوق، عشان هيك هذا هو افضل يعني، تاكد مليون بالميه انه مستحيل اي سؤال مهما كان من اسئله الشامل تجي سهله جدا، تمام، يطلع عن اي فكره من هدول الافكار. الله يعطيكم الف عافيه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.